رجعنا من جديد في فير بلاي، نواصلوا في استقبال ضيوفنا. اكيد البارح تدوينا من لاعب ملعب التونسي عصام بن خميس، اثارت شويه جدل في مواقع التواصل الاجتماعي خاصه بين احباء البقلاوه، كل فيها نوع من الاتهامات للفريق بارد والهيئه المديره اكيد الاستاد التونسيان. اكيد معنا بالتليفون سيد انيس بن فلاح الناطق الرسمي للملعب التونسي باش نوضحوا معاه شنو اسباب التدوينه هذه، شنو صحيح من الغلط في الكلام اللي تقال. استاذ اهلا بك. مرحبا سلام، مرحبا بك ومرحبا بالساده المستمعين. مرحبا بك انيس. دونك كما كنا نحكيو تدوينه استغربنا منها شويه من لاعب عصام بن خميس، خاصه علاش في التوقيت هذا. نعرفش اول حاجه شنو صحيح من الغلط في الكلام اللي تقال انيس. والله شوف، اولا كما قلت انت توا، التوقيت نتاع التدوينه هذه معناها يثير الريبه والاستغراب. ونزيد نوضح نقطه مهمه، كونه كانت فما نيه من الهيئه المديره الملعب التونسي لتجديد عقد اللاعب بموسم اخر، لكن ما راعنا الا واللاعب اشترط التسلم التسبقه معناها نتاع عقد جديد فهمني قبل الامضاء على العقد، وهذا شيء ما نجموش نقبلوه. معناه ممكن لازم نزيدك تفصيل اخر مهم اللي هو اشترط معناه تسلم التسبقه هذه في نقدا معناه كاش. الشيء هذا اللي ما نجموش نعملوه، احنا ماك تعرف فما دي بي اس كونتابل ومعناه فلوس باش تخرج لازم يكون عندها معناه تخلي تراس فهمني، ما نجموش احنا نعطيو الفلوس هذه لا قبل العقد قبل ما يمضي على العقد، لا نجمو نعطيهم له نقدا. احنا اقترحنا عليه جميع الطرق القانونيه الاخرى اللي هي فيرمو بونكير شيك معناها اللي هو، لكن ما راعنا الا الملاعب قاعد يماطل في تمديد معناها في امضاء العقد، ومن بعد هبط التدوين هذيك اللي بطبيعه الحال لا تمت معناها للواقع بسيله من ناحيه. من ناحيه ثانيه السؤال المهم لهنا اخي عصام بن خميس عنده عامين ونص في الملعب التونسي، راه علاش اذا كان الشيء اللي يكتب فيه صحيح ولا اللي كتبه صحيح علاش استنى لنهايه العقد نتاعو باش يهبطوا الشيء هذاك؟ هذا على فرض كونه كلامه صحيح، واللي هو انا ناكد لك اللي هو ماهوش صحيح. وفهمني والملاعبي كان من الاجدر كونه يحاسب روحه، مش الملاعب هو وغيره فهمني، بالمردود على المردود اللي قدمه في العامين ونص في الملعب التونسي والاستاتيستيك نتاعو، واللي معناها الناس الكل تعرف معناها الروندمون هذاك، وين مش كان هو بالطبيعه اما من جمله اللاعبين وين وصلنا الروندمون نتاعهم، وين وصلنا للرابطه الثانيه. باهي خلينا ندخل شويه في التفاصيل نتاع التدوين. احكي على حاجات بصراحه تحشم، خلينا نقولوا باش تحكي في فريق عريق كيما الملعب التونسي. باهي خلينا نبداو باللي ابلغ شويه، نقولوا خذاو كان شهريه واحده للملاعبيه، هل صحيح هذا ام غلط انيس؟ لا هذا ماهوش صحيح، على اعتبار وكونه هو عصام بن خميس خالص في جميع مستحقاته وامضى على معناها وصل ابراء ذمه للفريق، وصل ابراء ذمه موجود عندنا في الاداره، وبطبيعه الحال سيدي هاون نمشي معاك انا الابعد من هكا، حتى كان مازلت ما خذيتش انت شهريه ولا اثنين ولا ثلاثه اللي هما معناها بقطع النظر على العدد نتاعك. فما مسار قانوني تنجم، فما لجنه النزاعات بالجامعه التونسيه لكره القدم تنجم تمشي تصب شكوى وبقدره ربي معناها يعطي حقك تاخذه، معناها مش باش نمشي. ومعناها هو راهو التدوينه اللي عملها اسلام خويا معناها تضره هو اكثر من اللي يضر الملعب التونسي، على خاطر انا في بلاصه فرق اخرى توا لاعب حر كيف هو باش ننتدبه وكي نشوفه معناها الممارسات ولا الشيء اللي كتبه هو نولي نخمم 10 مرات قبل ان ننتدب اللاعب هذا، خاطر الملاعب موش ساقين وكوره كهو راهو. الملاعب سي توت ان كومبورتمون كيف وما ظهرليش كان الشيء اللي عمله هو ولا التدوينه هذيك نتاع ملاعبي اشتر بروفيسيونيل باش ما نقولش بروفيسيونيل. فهمتي؟ باهي انيس احكي على ظروف صعيبه يعيشوا فيها الملاعبيه، خاصه الملاعبيه الاجانب في الفريق، يقول حتى ملاعبيه ما لقاوش باش ياكلوا ويعيشوا في بيوت صغار، ما عرفش شنو تعليقكم على هذا. شوف سلام، تو اذا كان الملاعب ياخذ في مستحقاته وياخذ في المرتب نتاعو، معناها على شكون المسؤول على الماكله والامور الحياتيه؟ مو الملاعب هو مسؤول على روحه يا اخي، الملعب التونسي باش يهز معناها الفطور والعشاء الكل. اي ما يقول لك ما خذاوش فلوسهم. لا ماهوش صحيح، هذا اللي قلته لك انا كنت نحكي لك فيه. الملاعبيه لا بروف انت تو جل اللاعبين رجعوا للتمارين. وانا نقول لك نعطيك اكثر من هكا، فهمني اللي عصام بن خميس الشيء اللي عمله ظاهر ماهوش بريء حتى طرف، وانا نعرف شكون الاشخاص اللي وراه السائل اللي دفعوه باش يكتب كلام كيف هذا من ناحيه، وثاني حاجه الاشخاص هذوما نحب نقول لهم راهو معناها كان في بالكم تضربوا في اشخاص اخرين بتدوينات كيف هذه في الملعب التونسي راكم تمسوا في سمعه الفريق. هاك انت توا كي تحكي معايا تقول لي الملعب التونسي مش بدي حتى شخص
معناها راي سمعه الفريق هي اللي باش تتمس بحاجات كيف هذه. والله كان حتى كان جات صحيحه والجمعيات اللي تحترم مروحها الكويزين انتير نتاعها ما تخرجش، اما احنا على الاقل حتى كي يقدر علينا ربي وباش نخرجوا حاجه من الكويزين انتير لازم تكون حاجه صحيحه، مش تكون حاجه سمينا نيس باش ما نبقاش نحكيو في المهموت. عارف شكون تقصد بالضبط؟ شكون نقصد في شنو؟ في اللي تقول الاشخاص اللي دفعوهم ولا هذا. لا ما نجمش نسمي لك اشخاص، انا تو من انا نعرف، فما كيما قلت لك تو انا عاد نقول الكويزين انتير ما تخرجش باش نخرجها، انا ما نجمش نقول حاجه ونعمل العكس نتاعها. اما احنا نعرفوا الهدف نتاعهم شنو، وراهو معناها حتى معناها كان هما مش بينهم خدمة لأشخاص أخرين، رأوا ناس سوا مثلا كيما سي نور الدين بن بريك باش يتقدم لرئاسة الملعب التونسي، كيشوف حاجات كيف هكا يجي يقول لك أنا في يوم من الأيام تو بعد عام ولا عامين كي نولي رئيسي نجم يخرجوني حاجات كيف هذه. فهمت؟ الناس تولي حتى ما عادش نلقاو حتى مسؤول في الملعب التونسي، فهمتني؟ باش يقدم روحه ولا باش يتطوع باش يخدم الفريق. راهو كيف حاجات كيف هذه راهي تمس من سمعة الفريق، لا تمس من سمعة جلال بن عيسى، لا من إكس لا من إيكس، وهذا اللي يلزم يحطوه العباد هذه في مخاخهم. فهمني؟ وأنا شخصيا أي حاجة تمس الملعب التونسي راني باش نتصدر بالطرق القانونية بالطبيعة. تقصد أنيس في العباد اللي تدعم مثلا ترى في بن بريك حاجة كما هكا ولا لا؟ ما عندوش علاقة. لا بالعكس بالعكس لا بالعكس بالعكس الناس اللي تدعم في سي نور الدين وهم ما همش شوية مش من صالحهم حاجات كيف هذه. فما أشخاص أخرين كيما قلتها قداش من مرة قاعدة تصفي في حسابها على حساب الملعب التونسي، مش سي هذا ما يزموش يصير. راهو ماناش ناقصين مشاكل في الملعب التونسي باش ندوروا على بعضنا ونصفيوا حساباتنا على حساب الفريق، خاطر في الأخير شكون اللي باش يخرج خاطر؟ الفريق هو اللي باش يخرج خاطر، لا إكس ولا إيكريك. هذا هو اللي حبيت نقول. فهمت؟ أما مانيش نقصد بالعكس هما شيء من هذا. معناها الأنصار نتاع سي نور الدين بن بريك مش من في صالحهم يخرج. حتى نجم سي نور الدين يبخلوا حاجات كيف هذه. فهمتني؟ واضح. ما اتصلتوش بيه؟ ما حاولتوش ما عادش تحكيوا معاه الملاعب ولا ما فماش علاش؟ شوف افضل بالنسبة للاتصالات نتاع الملاعب والشيء اللي كنت نحكي لك فيه من الأول، الاتصالات الكل بجميع الوسائل كلها مسجلة عندنا راه. كلها سواء الاتصالات الهاتفية ولا على المساجات على الواتساب ولا إلى غير ذلك، كل شيء مسجل عندنا والكونفرساسيون كلهم مسجلين. دونك معناها باش يجي واحد باش يخرج رواية أخرى باش نخرجوا له احنا التسجيلات هذه بكلام الملاعبي بالكتيبته وكل شيء. فهمت؟ وبالنسبة للملعب التونسي كيما قلت لك نرجع لك الحاجات اللي تمس الملعب التونسي، لأن الملعب التونسي مش باش يسلم في حقه. وهذه أنا نحب نأكدها لك، فما إجراءات سوف يقع اتخاذها وأنا أعلمك بها في الأمر. واضح، يعطيك الصحة، شكرا لك أنيس بن فلاح الناطق الرسمي للملعب التونسي على تدخلك معنا، كنت رديت على تدوينة اللي كتبها اللاعب عصام بن خميس لاعب الملعب التونسي، تدوينة تحشم نوعا ما اتهامات كبيرة للهيئة المديرة. على كل كان جاوب عليهم أنيس بن فلاح. موزيكا بعد شوية راجعين في فريق بلاي.